حاجة غريبة حصلت النهاردة، أو مش غريبة، أنا وجهت سؤال في بداية الحلقة النهاردة لاتحاد كرة السلة المصري. سؤالي كان ثلاث محاور. المحور الأول هو محور الجماهير، حيث أنه قرر اتحاد كرة السلة أن تكون مباراة نهائي دوري المرتبط ما بين النادي الأهلي ونادي سموحة 25 فرد لكل فريق. ده أولا، على الرغم من السنة اللي فاتت كان العدد أكبر من كده. ثانيا، هل من الممكن، معرفش حضراتكم أساتذتنا في هذا الأمر برضو، في أي النادي أو في أي لعبة رياضية تلعب مباراة الثالث والرابع بعد مباراة النهائي؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، لماذا يتم التأجيل ده لاتحاد كرة السلة بالمناسبة؟ هم أصدقاء وناس محترمة جدا جدا، ولكن أسئلة وبنوجهها للأساتذة يردوا علينا، والاتحاد كرة السلة لو عد عايز يعمل مداخلة معانا ينور، يعني يقول لنا قد يكون هناك أسباب إحنا مش عارفينها. السؤال الثالث، لماذا يتم تأجيل مباراة سبورتينج ولم يتم تأجيل مباراة الأهلي، على الرغم من اللعيبة اللي خدهم منتخب مصر علشان يلعبوا في اللي هي الدورة الثلاثية أو البطولة الثلاثية في السلة، واحد من سبورتينج واحد من الأهلي بيلعبوا، فيتم الموافقة على طلب نادي سبورتينج بتأجيل المباراة يوم لتصبح المباراة ما بين الثالث والرابع لطرفها سبورتينج والاتحاد بعد مباراة الأول اللي هي الأول والثاني لطرفها الأهلي وسموحة. فالحقيقة أسئلة أتمنى أن يكون هناك رد من اتحاد السلة عليها، ولو حضراتكم عندكم رد. يا ريت الدكتور مجدي فريخة، مجدي أبو فريخة، يبقى أو أي حد موجود في الاتحاد يرد على هذه التساؤلات. إنما هي طبعا غريبة أنه الثالث والرابع ده معروف أنه هو في كل البطولات على مستوى العالم بيتلعب حتى قبل، لانه نهايه البطوله يوم يا الصبح يا في نفس اليوم ولا قبلها، يعني اللي يعني قبلها يا اما في نفس اليوم يا اما قبلها الساعه 3 وماتش ثاني 5 مثلا، يا اما قبلها بيوم لو انت عندك وقت مثلا، لكن بعد دي غريبه شويه. فنتمنى طبعا، يعني احنا مش عاوزين يعني نقول افكار من دماغنا، لكن الحقيقه انه وضع غريب يستحق التوضيح من اتحاد كرة السلة. استاذ محمود، طبعا يستحق، ده علامات استفهام يا كابتن برضه. بالظبط، يعني انت لعبت السيمي فاينال الاهلي واتحاد بجمهور الفرقتين كانوا موجودين وكان عدد كبير، وبعدين ده انت حضور الجمهور بيدي طعم للمباراه من حماس واثاره، وحتى لو في جمهور خرج واحنا رافضين، وانت عملت عقوبات، اصدرت عقوبات على جماهير نادي الاتحاد بعد اللي حصل في المباراه، ولو حصل من اي جمهور هيبقى في عقوبات وكله بيلتزم، مش مبرر انك تقول لي 25 و25، يعني ما يعني انت كده كانك بتجرد فريق من جمهوره وبتحرمه من الحاجات اللي هي دعمه. هو سموحه برضه عنده جمهور وعنده ناس مؤيدين، مين قال انه ما عندوش؟ لا، واذا كان سواء ممكن هنا يقول لك ايه الامن، لكن الامن هنا اعتقد المباراه الاهلي يعني وسموحه علاقات جيده عموما ما بين كل الانديه في مصر، والعلاقه يعني اصلا يعني علاقه اهلي وسموحه علاقه واضحه وعلى المستوى القمه وعلى المستوى القاعده، ما فيهاش يعني الشحن، قايمه على الاحترام مع كل الانديه، لكن انك انت تحط كده انت بتعمل علامات استفهام غير مبرره برضو يا كابتن. وبعد كده تلعب الفاينل اللي هو الحدث الاهم والمهم، وبعد كده تلعب ثالث ورابع، اطلع قول على طول في بيان رسمي انا عملت كده عشان عندي 1 2 3 4، والله انا عندي سبورتنج شايف عنده يعني مهمه، واللعيب بتاعه ده مهم، النادي الاهلي اللعيب بتاعه مش مهم، عنده بدايل، عنده كده، قول الكلام ده، خليك صريح. لكن انت كده ايه هنا بتعمل حساسية وبتعمل بتحط نفسك في دائرة اتهام غير مطلوبة. واعتقد انه يعني 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 اتحاد الباسكت مش عاوزين نقول انك انت لازم يكون ليك ممثل عشان تاخد حقك، يبقى انت اللعبة بتدير على حساب اندية. لا بالعكس، كلها ناس كويسة جدا، كلها ناس يعني عاوزين الدكتور مجدي راجل محترم. انا بس دي تساؤلات انا بسألها ليه؟ قد يكون هم عندهم رد على انا بقول لحضرتك يا اسلام، والله الامن هو اللي قرر كده، خلاص احنا بقول لك جنب نفسك الدخول في دايرة الشك والاتهام. انك انت يطلع قول يا جماعة انا عملت كده عشان 1 2 3، هيقول لك شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماشي، الاتحاد الانجليزي الدنيا هاجت على اللي حصل في ماتش توتنهام والسيتي، طلع وبتاع والتصرفات من اللاعبين مع الحكم، طلع الاتحاد الانجليزي تاني يوم قال لك ايه، نطالب طالب لاعبه واداره فريق يشرحوا لنا ليه حطوا الحكم في دايره وعملوا معاه كذا، التصرف غير مقبول. واحد عايز اقول لك ايه، يعني الناس شوف الحكم وارتكبوا خطا.